حرفياً لحتى أصور هذا الفيديو اضطريت أسافر لدولتين مختلفتين، أمريكا وبريطانيا. هاي الكل، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وأنت عم تشوفوا فيديو اليوم، هذا الفيديو حنروح ونزور أكبر أصغر ستاربكس بالعالم. أكبر ستاربكس بالعالم موجود في مدينة شيكاغو الأمريكية. فيكم تفوتوا على جوجل وتبحثوا وتعرفوا إنه هالمعلومة صحيحة 100%. بالتحديد موجود ب 646 North Michigan Avenue Street بشيكاغو. بصير هيك على كورنر، محل كتير كبير، واو كتير فخم. أنا رحت عليه من قبل السنة الماضية وصورت فيه فيديو إني قضيت 24 ساعة في أكبر ستاربكس بالعالم. مثل ما شفتوا الفيديو كان بيجنن، بس ما نزلته لأنه ضيعت الفوتج. ضيعت الفوتج بعدين لقيتها، ولكن لما لقيتها كان اوريدي معدي 6 شهور على الفيديو، بس تذكرت انه في اكبر ستاربكس بالعالم. قلت نور ليش ما بتروحي بتزوري اكبر ستاربكس بالعالم؟ اقضي فيه 24 ساعه مره ثانيه؟ اكيد لا، لانه صراحه جايز ال 24 ساعه اللي قضيتها السنه الماضيه كثير تعبتني وهلكتني، وكمان هذا الستاربكس غير قوانينه وصار يسكر بكير. بالحكي عن التسكير بكير، كثير محلات هون غيرت قوانينها وصارت تسكر بكير، حتى وول مارت اللي بيفتح 24 ساعه صار يفتح 12 ساعه باليوم بس. عم بشارككم هاي المعلومات اللي انت اصلا مش مهتمين فيها. نور فرجينا اكبر ستاربكس بالعالم. طبعا اول ما فتنا على ستاربكس الفخامة، الضخامة، الرهابة، الرقي. اوكي سو انا حاليا بالطابق الاول. الطابق الاول كان محل او متجر لبيع الملابس، ومش بس هيك، الملابس، الاكواب، الماكولات، الاكل، الشرب، هو نفسه الماكولات والمشروبات والقهوه. جد بهذا ستاربكس في اكبر طاحونه قهوه شفتها بالعالم، من اول طابق للطابق الرابع كثير كبيره وطويله وبتطحن بتطحن بتطحن وكثير حلوه. انا صورت لكم اياها، موجوده بقلب الستاربكس وطولها اربع طوابق. وكمان في حائط شيكاغو اللي هو حائط كثير كبير مكتوب عليه كلمه شيكاغو، ومكتوبه هاي الكلمه بكروت الكافي، يعني هذا الحيط اللي انتم شايفينه مصنوع من الكوفي كاردز. اما الطابق الثاني فكان مطعم ومخبوزات وافران ايطاليه، والاكل اللي موجود كان كل شيء اكل بتتخيلوه، من باستا لبيتزا لسلمون لسلطات لبيض لخبز بالزيت، بالزيتون، مش بس زيت الزيتون. وكان مشروبات غريبه الاطوار. بصراحه ما حبيت كثير المشروب، بس انه ستاربكس انا كثير بعشقكم، يعني اذا بدكم اعلان كول مي. اوكي بس انتم بتعرفوا انه انا بحب ستاربكس، يعني لهيك رحت على اكبر ستاربكس واصغر ستاربكس. باي ذا واي، اذا ما حطيتوا لايك للفيديو لهلا حطوا لايك، لانه تعبت وسافرت مشان اصنع لكم هذا الفيديو لقاره امريكا. اما هلا وصلنا لطابق المفضل، الطابق الثالث اللي فيه كل انواع واشكال والوان القهوه. هو طابق القهوه، وهذا الطابق اكثر طابق زحمه، والسرى او الدور او الكيو بيكون وبتوقفوا نص ساعه لتاخذوا القهوه. بس كمان فيه ايس كريم. اول مره بحياتي بشوف ايس كريم بستاربكس، مش بس ايس كريم عاديه، ايس كريم كثير 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 طيبه، وستاربكس ميد، يعني صانعينها جوات هذا الستاربكس. اوه ستاربكس هذا فيه مصعد، مش بس درج، ومش بس درج عادي، درج كهربائي كمان. ليش؟ لانه على طول زحمه، وهو وجهه لكل كل 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 السياح. يس على فكره في كثير سياح بامريكا، ما بعرف اذا بتعرفوا هالشيء، بس حتى الناس اللي عايشين بامريكا بيروحوا على شيكاغو للسياحه، فشيكاغو هي مدينه اصل السياحه في امريكا للامريكان. الطابق الرابع هو بار، استغفر الله استغفر الله، بار يعني فيه كحول وقهوه مع بعض. ما بعرف كيف بيعملوها، ما بعرف كيف بيسووها، بس شفت قهوه مكحله او مكحوله او كحله متطهويه متقهويه، فانا ما طولت بهذا الطابق، دغري تركته وطلعت على الطابق الخامس. طبعا الطابق الخامس كان مطعم روف توب مع اطلاله بتجنن على شارع ميشيغان افنيو. وقلت لكم اكبر ستاربكس موجود على نورث ميشيغان افنيو ستريت ان شيكاغو، حكيت لكم الادرس مشان تعرفوا انه هذا عن جد اكبر ستاربكس. المهم انه المطعم الموجود بالطابق الخامس هو مطعم باطلاله بتجنن، ولكن ما فيكم تطلعوا على الطابق الخامس الا موظف من ستاربكس يعطيكم الاذن لتطلعوا. وطبعا هيك بتكونوا شفتوا اكبر ستاربكس فعليا، معلوماتيا، حقيقيا، واقعيا هو اكبر ستاربكس. وهلا اجى وقت تشوف اصغر ستاربكس بالعالم. طب نور وين اصغر ستاربكس بالعالم؟ موجود في مدينه انا زرتها مؤخرا وصورت فيها كثيرا ولم انشر، لانه هذا الفيديو كان قيد الانشاء ما قدرت انزل لكم طبعا تصويري بلندن. وهيك بتكونوا عرفتوا انه اصغر ستاربكس بالعالم موجود بنفق تحت الارض، بالمدينه اللي تحت الارض بلندن. اوكي والتقينا بكريم. هاي كريم. هلو. شلون؟ المهم جايز حاليا احنا قاعدين، مش قاعدين، احنا واقفين بمحطه القطار وراح ناخذ الباص اللندني ونروح لاصغر ستاربكس بالعالم. اوكي هذا الباص مالتنا. طلعنا بالباص.
هذا الدرج، وأنا حالياً هون بأول النفق للمدينة تحت الأرض أو الطابق الأرضي. وتخيلوا هي المدينة تحت كل لندن، في مدينة فوق وفي مدينة تانية تحت كاملة. فنحن هلا بالمدينة اللي تحت، أول ما دخلت تنزلوا كم درجة وتكون على إيدكم اليمين، على هاي اليد اليمين هو ستاربكس. هذا كريم عم بيطلب، وهذا هو لكم أصغره. إذا بتلاحظوا المحل عبارة عن مثلث، يعني خط من هون خط من هون وهيك، يعني مش إنه ستاربكس جوات مجمع أو جوات مول، لا ستاربكس محل لحاله لكن تحت الأرض بالمدينة هاي هون بزاوية صغيرة. بس وصل حأسأل البنت اللي بتشتغل هني إذا هي بتعرف إنه هذا أصغر ستاربكس بالعالم، إنه إيش تعليقها. Oh my God guys, look at this Starbucks. عندهم كل شيء. So guys جبت هاي. Do you know that this is the smallest Starbucks? Yeah. Right. هي استغربت ان انا عم صور، فعم بشرح لها انا رحت على شيكاغو على اكبر ستاربكس وجيت على لندن لاشوف اصغر ستاربكس. سو هون عندنا البنت. Yeah, this is one Starbucks at Nice Beach underground. Yeah, it's so cute. And thank you guys are so nice. كثير طيوب البنت. لما جيت كان في واحد بس، هلا صار في دور لاين كامل. كثير كثير مبسوطه انا موجوده هون. فكرت او توقعت اشياء يمكن اخرى، ولكن هو محل كثير عادي هيك كثير صغير موجود تحت الارض. لا صراحه انا احب ستاربكس. ستاربكس اذا بدكم تعلنوا اعلان هي انا بحبكم، يعني لازم تاخذوني وجه اعلامي لانه اكثر حدا بشرب منكم. كريم شو رايك باصغر ستاربكس؟ والله ما عندي راي، ستاربكس عادي. فكرة كريم ما بيحب ستاربكس وأنا بعشق ستاربكس. Thank you. Okay. واشترينا من ستاربكس الصغير. Okay guys. Ooh, look at this. So وصل ال drink تبعي من ستاربكس. طبعا في مرة هون كانت عم تقولي أول مرة إلك بستاربكس، أنا متحمسة. بس صراحة guys أنا هذا المشروب مش موجود بدبي وأنا كتير بحبه. So يعني أنت عندك طيارة بعد ساعة جاي أصور. لازم أصور هذا الفيديو، يعني هذا من الشغلات اللي أنا جاي على لندن عشان أصورها. سو كريم عم بفرجيهم قناتي، خلينا نشوف ردة فعلهم على قناتي. 19.3 يس. وجايز شوفوا هذا هو آخر مرة بفرجيكم يا، وهيك بنكون خلصنا. أوكي جايز، هيك بتكونوا شفتوا تجربتي وزيارتي وتفاصيل كتيرة وكاملة عن أصغر أكبر ستاربكس بالعالم. إذا بدكن أجرب شغلات تانية أصغر وأكبر، حطوا لك هذا الفيديو، دعموا وشاركوا وحطوا بكل مكان مشان أزيد فيديوهات من هالسلسلة. صار عنا أغلى وأرخص، أكبر وأصغر. أنا نور ستارز، بحبكم. خيرات الله. بشوفكم وين وأمتى؟ بالفيديو القادم إن شاء الله. تابعوني على الإنستغرام، سناب شات، تيك توك. I love you. Bye bye.